أهلا ومرحبا بكم مشاهدين قناة المكلة المحلية، ونشرة إخبارية جديدة نستهلها لكم بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل شوارع مدينة المكلة. صندوق النظافة بساحل حضرموت ينفذ حملة شاملة لنظافة السوق المركزي للأسماك والخضار بمدينة المكلة. نادي الطالب الجامعي يدشن العمل في مشروع التغذية المدعومة لسكنات جامعة حضرموت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تواصل وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر ثابت الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لقاءاتها المستمرة مع الجانب السعودي، وذلك ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض في العاصمة السعودية الرياض، ويضم الوفد علي الكثيري وعبد الرحمن شيخ والمهندس عدنان الكاف أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وأنيس الشرفي مقررا للوفد. وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل المحافظة إلى الاهتمام بجودة العمل حسب المواصفات الفنية لمشاريع إعادة تأهيل شوارع مدينة المكلا. وأكد محافظ حضرموت خلال الجولة التفقدية لمشاريع إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المكلا على اهتمام السلطة المحلية بإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور في المحافظة والتي تشهد تحديثا في بنيتها التحتية. وخلال جولته استمع المحافظ من مكتب الأشغال العامة والطرق إلى سير العمل في إعادة تأهيل خط الديس خلف بتمويل من السلطة المحلية، ومشروع طريق الجسر الصينيين بيخة بتمويل من البنك الدولي. وحث المحافظ البحسني إلى سرعة الإنجاز والانتقال لإعادة تأهيل شوارع منطقة الشرق والطرقات المتضررة في مدينة المكلا. وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم حجر الأساس للمشروع السياحي والترفيهي منتزه المكلا بارك التابع للسلطة المحلية بمدينة المكلا خلف منصة الاحتفالات بشارع 60. واستمع المحافظ البحسني من القائمين على المشروع إلى شرح حول سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأولية لعملية الردم وتسوية الأرض للبدء بمرحلة إنشاء المباني الخاصة بالمشروع الذي سيتم إنشاؤه على مرحلتين. ويعد المشروع الذي سيتم إنشاؤه على مساحة 18500 متر مربع من أكبر المشاريع السياحية الترفيهية المتكاملة. وأكد المحافظ البحسني على أهمية المشروع منوها بدعم السلطة المحلية بالمحافظة لإقامة هذه المشاريع الاستثمارية الجادة التي تسهم في عملية التنمية وتنشيط حركة السياحة وتوفير فرص عمل لعشرات الشباب. وفي ذات السياق أيضا أعلن محافظ حضرموت عن توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لإصدار قرار بسحب الأراضي التي منحت لمستثمرين غير جادين ظلوا يحتجزوها لعشرات السنوات والاهتمام بالمستثمرين الجادين وبالمناطق الصناعية. من ضمن الإجراءات التي سوف نتخذها لتسهيل هذه العملية يعلمون المواطنين أن هناك عدد كبير من الأشخاص أو من الناس سميها مستثمرين ما مستثمرين لا أريد كيف تسميتهم، لكن هؤلاء حجزوا أراضي لسنوات طويلة تجاوزت 20 سنة، بعضها تجاوزت 30 سنة. لذلك أنا سأصدر قرار يوم غدا بإذن الله بسحب هذه الأراضي من الناس الغير جادين، وسينفذ هذا القرار الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية ذات العلاقة وذات الصلة. ولذلك أنا أهيب بالناس الذين حجزوا أراضي لفترات طويلة تجاوزت 20 سنة، تجاوزت 30 سنة، تجاوزت حتى 10 سنين، أن يبدأوا تقديم خطة فعلية. سأمنحهم فرصة 3 أشهر قادمة من تاريخ يوم غدا، سأمنحهم فرصة 3 أشهر قادمة، ما لم بعد أن تنتهي 3 أشهر سوف يتم سحب هذه الأراضي. هذا سيخدم الاستثمار، سنهتم بالمناطق الصناعية وتخديمها بإذن الله في أمور كثيرة في هذا الجانب. أبشر الناس، أبشر المواطنين في حضرموت أنها ستعتمل أيضا في القريب العاجل، ستعتمل في القريب العاجل في الأشهر القادمة قبل نهاية هذا العام ستبدأ بعض المشاريع، وبداية العام المقبل ستكون هناك باكورة كبيرة من هذه المشاريع. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون
عددا من قاعات المختبرات العلمية الحديثة وصالات الأنشطة اللاصفية بعددا من مدارس مدينة المكلا. وأشار الوكيل عبدون إلى أن جميع الجهود التي بذلت من قبل قيادة مكتب التربية تهدف إلى تطوير والرفع من مستوى الأداء الفني والإداري والتحصيل العلمي للتلاميذ والطلاب وفقا للوسائل التعليمية الحديثة، منوها إلى ضرورة تفعيل التدخلات النوعية وربطها بالجوانب النظرية للمواد الدراسية والاستفادة القصوى من هذه المستلزمات والتدخلات التي جاءت للرفض العديد من المجمعات والمدارس بمديرية المحافظة بالمختبرات والحواسيب. اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على ما تقدمه الصحة المدرسية بالمحافظة وفرعيها بمديريتي الشحر وغير البوزير من خدمات طبية وعلاجية وتوعوية. واستمع الوكيل عبدون من الأطباء إلى الخدمات العلاجية المجانية التي تقدمها الصحة المدرسية وبرامج توعوية وتثقيفية خلال العام الدراسي، موجها بضرورة تحسين مستوى الأداء وتوفير الخدمات الصحية الجيدة في عيادات الصحة المدرسية بالمحافظة والمديريات. نظم أهالي وطلاب حي غرب الضيافة بالمكلا وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العبث بأرض مدرسة هافمون التي حاول متنفذين السطو عليها. ورفع الأهالي والطلاب شعارات في الوقفة تناشد السلطة المحلية بالمحافظة والجهات الأمنية بحماية مدرسة هافمون من سطو المتنفذين وإيقافهم من العبث بالمصالح العامة. وقالت مصادر محلية أن المحافظ السابق أمر في مطلع يناير العام 2017 بهدم المبنى الذي أقيم في الأرضية وإعادة بناء الأرض كمدرسة. وأكد القائمون على الوقفة أن التصعيد سيستمر في حالة عدم تجاوب الجهات المختصة بتأمين الأرض. اطلع رئيس شعبة التدريب والتأهيل بالمنطقة العسكرية الثانية العميد الركن طيار فائز التميمي على برنامج الدورة التدريبية لدفعة المسيلة الثالثة للعام التدريبي القتالي الجاري في معسكر حماية الشركات في غيل بنيامين. وأباشر رئيس شعبة التدريب بالنزول لميدان التدريب بالمعسكر للاطلاع على سير عمل الدورة. نقل خلال تحيات محافظ حضرموت إلى منتسبي الدورة مثمنا الدور الفعال والهام الذي تقوم به قوات ومنتسبي حماية الشركات في حفظ الأمن والاستقرار على امتداد مواقع القطاعات النفطية. نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت حملة نظافة شاملة للسوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمدينة المكلا لرفع المخلفات المتراكمة لجميع المواقع داخل السوق. وفي تدشين الحملة التي حضرها مدير عام المكلا المهندس عوض بن هامل، قال مدير عام صندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق أن الغرض من الحملة تنظيف السوق كاملا باستعمال ماء الجفال ومواد التنظيف بتسييق فضاء السوق بمواد التنظيف وبفوهات المياه الضاغطة مع تنظيف وتسييق كامل محيطه، بالإضافة إلى دهن وتبييض أروقة السوق وإزالة الثلاجات والصناديق الخشبية القديمة. عقدت بالمكلا حلقة نقاشية حول إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة أقامتها مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب. وتناولت الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من رؤساء المحاكم والنيابات والقضاء والمحامين الآلية التي يتم بها تنفيذ الأحكام ضد الدولة والتي يوجد بها الكثير من الغموض وكيفية إجراء التنفيذ ضمن القواعد العامة لقانون المرافعات بالإضافة إلى المساواة بين أطراف الخصومة. وخلصت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات منها تعديل قانون المرافعات بما يتواكب مع النواقص والسلبيات التي شابت القانون الحالي، والعمل على إصدار تشريع خاص بالتنفيذ ضد الدولة وإنشاء محكمة إدارية بحضرموت. أوضحت آخر التحاليل الجوية لغرفة الإرصاد والإنذار المبكر في حضرموت بتمدد خدود منخفض قطعي شمال شرق شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن تتسبب بحدوث اضطرابات جوية في منطقة الخليج العربي مع أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة. وأشارت غرفة إرصاد حضرموت أن عموم الوطن سيتأثر بشكل غير مباشر بنشوء سحب منخفضة ممطرة أحيانا على الشريط الساحلي، لافتة إلى متابعة آخر المستجدات الجوية حول تمدد خطوط كنترول الخدود الجوي والذي من المتوقع أن يتسبب في هطول مطري نهاية الأسبوع الجاري
ومطلع الأسبوع القادم. هذا وشهدت بعض مديريات ساحل حضرموت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة. دشنت مؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا صباح اليوم استلام منحة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تحتوي على مستلزمات وأجهزة طبية. وخلال التدشين ثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بجهود مؤسسة أمراض القلب بتطوير معداتها الطبية والرقي بالخدمة التي تقدمها لمرضى القلب في الوطن. من جانبه أكد رئيس المؤسسة محمد باشعيب أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة الدعومات التي يقدمها مركز الملك سلمان لمركز نبض الحياة، موضحا أن هذه المنحة التي احتوت على المستلزمات الطبية اللازمة لعمليات القلب المفتوح من ضمنها جهاز EBP الداعم لعضلة القلب. دشن نادي الطالب الجامعي بحضرموت صباح اليوم العمل في مشروع التغذية المدعومة للسكنات الجامعية بحضرموت بتنسيق مع نيابة شؤون الطلاب بجامعة حضرموت. ويشمل مشروع التغذية المدعومة لسكنات الجامعة الوجبات الرئيسية الثلاث لمدة شهر كامل من موعد تدشين التغذية. الجدير بالذكر أن نادي الطالب الجامعي تأسس بجهود ذاتية من طلاب جامعة حضرموت. أقامت دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي محاضرة توعوية للواء حماية المنشآت بالعاصمة عدن. وهدفت المحاضرة إلى توعية رجال الأمن في تطبيق معايير حقوق الإنسان وأهمية الالتزام بها كسلوك شخصي في تعاملهم. وأشارت مصادر إلى أن لواء حماية المنشآت سوف يبدأ بممارسة العمل في الأيام القادمة، وسيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة المناصفة بين جنوب وشمال اليمن وعودتها إلى العاصمة عدن تحت حماية ألوية المجلس الانتقالي. أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العربية. أعزائي المشاهدين، نصل إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل شوارع مدينة المكلا. صندوق النظافة بساحل حضرموت ينفذ حملة شاملة لنظافة السوق المركزي للأسماك والخضار بمدينة المكلا. نادي الطالب الجامعي يدشن العمل في مشروع التغذية المدعومة لسكنات جامعة حضرموت. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نصل إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان.